بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنكمل اللي هي طرق الترميز. في عنا هذه الطريقة العددية المركبة. هذه الطريقة تقوم مع هذه الطريقة على إعطاء أوعية حفظ المعلومات أرقام حسابية تدل عليها وأطلق عليها اسم مركبة، لأنها تأخذ أكثر من رقم. بالنسبة لهذه الطريقة مهمة جدا، الطريقة أطلق عليها مركبة لأنها تتكون من أكثر من عدد من أرقام بينهما فواصل، كالتالي مثلا 3.1.4 أو اللي هي إحنا بنسميها اللي هي سلاش 3.1.4. هذه كل رقم له دلالة يشير على معنى اللي هو لهذا الرقم. يعني مثلا هنا لو جينا احنا حكينا مثلا رقم 5 يشير الى رقم باب، الملف 1 يشير الى فصل، الرقم 4 يشير الى موضوع، وهكذا. يعني كل رقم له دلالة، له معنى في عملية الحفظ. الآن لما نيجي احنا نشوف بالنسبة لهذه الطريقة، في مثال يوضح لهذه الطريقة. هنا حكينا في ملاحظة تتم قراءة الأرقام من اليمين لليسار، من اليمين لليسار، ويجوز للمؤسسة اتباع العكس شريطة أن يشمل ذلك كل النظام اللي هو في المؤسسة. الآن حنحكي عن المثال يوضح لنا كيف بدنا نرمز اللي هي المؤسسة. لما احنا قلنا في السابق، في المواضيع السابقة، جيت انا بدي اصنف المؤسسة الى عدة ابواب رئيسية. الابواب الرئيسية الادارة العليا، ادارة المالية، وادارة شؤون الموظفين. هنا بدي اعطي كل باب رئيسي رقم، بدي ابدأ من 1 2 3. 1 ادارة العليا، 2 ادارة المالية، 3 ادارة شؤون الموظفين. طيب جينا احنا بدنا نحلل مثلا الفصول، حناخد مثلا رقم 3 بده يكون زي ما هو، ينزل زي ما هو، ونحط فاصلة بينه ونبدأ نرمز من جديد. 1 الإجازات، 3/2 العلاوات، 3/3 الترقيات، 3/4 التعيينات. هذه لازم انا ارمز واحط فاصل بين كل رقم، حتى يعني كل رقم يعني له دلالة، له معنى في هذا الموضوع. لو جينا احنا كمان نحلل لمواضيع، بدنا ناخد مثلا رقم اللي هو 4. في عنا رقم 4 هين، او رقم 4 حنيجي هنا نحلل، بدنا نحل 3 من الباب الرئيسي بدي ينزل زي ما هو، حط فاصلة وحل رقم 4 وحط فاصلة وأبدأ إيش ترميز من جديد. 1 تعيينات بنظام عقد سنوي، 2 تعيينات بنظام عقد، بس الأرقام هذه بدها تضلها كما هي لأنه كل رقم يشير إلى معنى. هذا حنيجي إحنا نحلل، هاي هنا ناخد مثلا رقم معين ونحلل، او رمز معين ونحلل. مثلا هنا حكي لنا 3 4 1، كل رمز له دلالة. 3 يعني باب، هو ايش؟ شؤون الموظفين. 4 يعني ايش؟ اللي هو من الفصل التعيينات، اللي هي 3 من اللي هو شؤون الموظفين. اللي بيجي هنا بدنا نقول الرقم 1 برضو يعني الموضوع الأول من المتفرع من الفصل الرابع. وهذه هي الطريقة الأكثر انتشارا واستخداما في عملية الترميز، ولها فوائد عديدة. اللي هي من فوائدها هنا المرونة الفائقة، يعني بمعنى أنه هنا هذه الطريقة تقوم باستيعاب الزيادة من الملفات في عملية، لأنه هناك أرقام ما إلها نهاية، فأنا بتبع هذه الأرقام وأحفظ بالنسبة للإدارات أو الأنشطة المتعددة والملفات بطريقة سهلة. في هذه حتى ممكن إحنا نضيف في الباب الرئيسي، أو نضيف في الفصول، أو نضيف في المواضيع اللي هي أرقام
فيها. اثنين، المحافظ على وحدة الموضوع، هذه الطريقة تساعد إعطاء الملفات المتعلقة بموضوع واحد أو اللي هو نشاط في هذا الموضوع. بالنسبة إلى ثلاثة، هين تساعد هذه الطريقة في ترتيب مكان حفظ الملفات. أربعة، تحقيق جميع فوائد الترميز، لا يتترتب عليها تكرار رموز الملفات، يعني الأرقام مثلا تتكرر نفس الشيء لأنه مختلفة حتكون. هذه اللي هي بالنسبة لهذه الطريقة العددية المركبة. الطريقة العشرية هين حنشوف هذه للعالم الأمريكي ديوي. بالنسبة لهذه الطريقة، يعني طريقة برضو اللي هي اسماها العالم الامريكي ديوي في عملية لأغراض عملية التصنيف والترميز اللي هي الكتب في المكتبات، يعني كيف بده يتم عملية ترميز الكتب في اللي هي المكتبات. هذه الطريقة يعني حنشوف كيف تم تقسيمها او صنفها او رمزها اللي هي الكتب في المكتبات على اساس ان الذي اتبعه هذا اللي هو العالم هو تقسيم المعارف البشرية إلى 10 أبواب رئيسية، ثم قام بتقسيم كل باب إلى 10 فصول متفرعة من الباب الرئيسي، ثم قام بتقسيم الفصل إلى 10 شعب، كل شعبة تتفرع إلى 10 فروع وكل فرع إلى 10 جزيئات وهكذا. هذه اتبعها الطريقة دي وهذه استخدموها، وهذه نادرة الطريقة إلا بيستخدموها في اللي هي ممكن اللي هي المكتبات. المثال يوضح ذلك إنه مثلا كيف هذا الحين بدأ مثلا من اللي هي التصنيف اللي هي الإدارات. هنا نقطة مهمة جدا إنه من الممكن إضافة أي عدد من الأرقام العشرية على يمين أي رقم إلى ما لا نهاية، يعني ممكن نضيف أرقام، ممكن نضيف أرقام اللي هي متتالية في هذه اللي هي التصنيف اللي هي الموضوعات. فهنا حكى لنا اللي هو المثال الأبواب بدأ بثلاث أصفار اللي هي الإدارة، بعدين بدأ إيش 100 200 300 400 اللي هي صنفها، هذه أخذها بالمئات ورمز اللي هي الأبواب الرئيسية، بعدين لما نجي حلل الفصول بدأ إيش أخذ 200 210 220 230 240 250 260 وهكذا. بعدين لما نجي حلل للمواضيع قال أخذ 240 مثلا، بدأ إيش لجزيئيات ب 241 242، نفس الأبواب الرئيسية مثلا الإدارة العليا، إدارة شؤون الموظفين، إدارة المالية. لما اجي اخذ الاداره شؤون الموظفين بدي احللها بلاقي فيها ترقيات تعيينات كذا وهكذا من هذه اللي هي الامور. حتى ممكن كمان افرع من المواضيع مواضيع اخرى فرعيه باسماء فرعيه، اسماء موظفين مثلا، واعطيهم اللي هي ارقام مثلا 243.1، ابدا ايش مثلا مهند 243.1، مهند مسعود هارون سعيد وهكذا. هذه بالنسبة للطريقة اللي هي العشرية، يعني هذه الطريقة برضو في الواقع القليل من المؤسسات تستخدم هذه الطريقة أو ترميزها لكونها محدودة بعشرية تقسيمات يقتصر استخدامها بس في المكتبات. هذا بالنسبة لموضوع اللي هي الطريقة اللي هي العشرية. في عنا إلها مزايا، يمكن إنشاء أقسام فرعية للموضوعات اللي هي أو الوظائف الرئيسية حسب الحاجة دون الانتقال من الرقم الأول إلى الذي يليه. يؤدي الترتيب المبني على هذه الطريقة إلى جمع اللي هي الملفات التي تتعلق بموضوع واحد في مكان واحد. عيوبها هنا صعوبة تعلق الأرقام العشرية في الذاكرة، كل تقسيم محدودة ب10 أجزاء فقط، يعني أنا أوصل عند 10 بعدين أوصل لعند 100 أوصل لعند 200 وهكذا، بتقف هذه اللي هي الطريقة وبتبدأ إيش الرقم اللي هي أرقام جديدة. هذا بالنسبة له هي هذه اللي هو الوحدة اللي هي في طرق الترميز. يعطيكم العافية.